أدونكن وأدارتي امتحانك إلهي سبحانه وتعالى يا إنو أفوري أدونكن إيوه حكو دحترا إنكست أدونكن لو راحي سنة أيوه ولو نولان أيوه أتنا دحتي دوحا حوحا حاضي حنونو إيو مدارك تقبو يا فقير نيمو تاجر نيمو رير أولاد إلهي كدهيقي يا رهراني له أولاد كوار ساقين طوب نيمو يا مغارك تاي واح كستاؤه نغود عانا واحد اوك سونا تاينو يهي امتحانين على كاحاده ادو يداني سيد ايبو اوك سيد ايبو اوك يهي ادا انغا ميدكا اه اكو شكرين اسا ابال كيدانا laga abaal marin doono maalinta qiyaamaha sidoo kale tahay cagsigeeda waxaydna laga abaal marin doonaa qofkii baasiqnimada ama fuxshinimada ama wax kasto xumaana fidiya ee kaalnimada waa ebe kor haaye ebe subhana wa taala wuxuu ku imtixaanayaa qofka muuminka hadba intay leegtahay tamartiisa iyo iimaankiisa iyo inuu Alla kaga maydho dambiyada كدعايه كفف كمالك ساسوين دبا إلهي سبحانه وتعالى ولا لهي إخوان في الله إلهي سبحانه وتعالى وحقق أهلس آيادو بضان أو كتاب كينا قرآن كي إلهي نوسو دتي كتيرا وحنا كمدا وفي سورة العمران آيادا بقل للحستيتن قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله سبحانه وتعالى أخواني في الله وحليه فتبلغن وان امتحامي حان لغو امتحامي في اموالكم حوليهنا وواتي عركة يكوى ايو الهي دي قصينا يا وحلقي يا بايني فقصين مدى يو مدى عركتي فساد كيني كمال قليان كوانا وحلقي يا بايني خير كاكاقايب قاطان ومساجد الهي كلسان ومساكين تيكو عاويان ووحي خيراتي ومدى يددك بافعيا ينفتو دبا أي كبحيان أي حشكة كتغان أي سكادة كبحيان وأنفسكم سدو كرنا محا إلى هين وامتحامين فينا وآي النفط وحاوي خطر ويان إلى هيدوك وامتحامو أدبا إلى هاي وحولي إنتا وحي كدن بينا وإن تصبروا أتاتكو صبرتان وتتقوا الله كعب صوتان وإلى هاي كبغتان لا إلى هاي ونقطان فإن ذلك من عزم الأمور. سيدوك الآياتها يقو آياته فربضان في سورة البقرة آياتها بقول يشن يكنتن إلا بقول يتطب يكنتن قال تعالى ولنبلونكم بالشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم الصلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سيدوك إلهي حنا ولا نبلون لكم واحد نقول امتحامنا بشيء من الخوف عبسي إن ندلك لك لي أرقكح والجوع يقع جدا وما داركتين عبارة عن إن ما أركتين أي دعان ما داركتين مسيو يقع جدا ويكم تيابارة ونقص من الأموال يحوليه أو يرادة أنبب اللوائي وقفك إلهي ما داركتين الدوية ديواتا ما داركتين الدوية ديواء هبل بسوق فلي الدنيا ما أنت والصاحب عدي لما كان حيران يو سدن سدن لهايو وأنا أنفس ينفها
يقارنا مارتي دينتان قارنا لوايو والثمرات يمرها وما دارك تيقارنا قوابسي ما نغضان با وبشي للصابرين إلهي وحليه هاي وبشاريه هو صابرين تا الذين كواسوا إذا أصابت مصيبة كواسوا مركي مصيبة كل عدو وحنو لسو كسو وجو وحوله إلهي مكرسي وكاقاتو وما دارك تيقاتو يفقر إلهي وكانوا وكسمر إلهي وبشاريه وليه كواسوا الذين إذا أصابت مصيبة قالوا أرنايا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا إله من أقاهنا مركي وربا مثلنا عيسي وحكستنا وعلنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سيدوك إلهي سبحانه وتعالى إخواني في الله بحكم إليه سورة الأعراف آيات بقول يستيدي الإحذانات قال تعالى فقدعناهم في الأرض وما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنة والسيئات لعلهم يرجعون الله سبحانه وتعالى أخواني في الله وحي وقدعناهم في الأرض قارب ضباب نكرا لقوي ومضاها كمدا واصوا منهم الصالحون هو أصي قارنا ونحسن هايين وتدو ونحسن هايين منهم دون ذلك كوا إن ذاك الصحر لنا يكمل هايين وقوا إلهي ما أنا تعينا بلوناهم بالحسنة والسيئات قارنا وحلو سيم تحامي وناقا قارن حمان طبع علهم سيها يرجعون إن إلهي وصول أبطان إخواني في الله سيدوك على سورة الفجر من الآية الشيطان إلى اللحية وقال تعالى إلهي سبحانه وتعالى يقول في الله وحولي فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وفق ملك إلهي ما أردتها بإنسانك جلاه ربه فأكرمه إلهي حلصي ونعصي وحرنا يا ربي أكرم إلهي بإكرامي وحبسي وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه مركب باركت إلهي امتحامنا ورزقيسي يوحق السولها وكق عظم بقية ريبا وحرنا يقول ربي هالم امتحانك والشرع ربانية وإلهي دين عيسى نوغي من أي كتران أمان وحب بلادنا الدين كنا رأي لكم ميان حتى نبيه ذا ولا امتحامه وحتى وحل وقود صدتي وقت يدو ذي بتلوي واوين رسولكنا صلى الله عليه وسلم أيا لو يدي يا كتراء رسول الله تطكب الدينك أغلبك بضن وحب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ذا كدبنا قوة وخير كبضن كدبنا قوة وخير كبضن يعني يبيدا ايا مركز تبا هو ما عرفت يكون امتحان كبضنا بعد الامس فالامس بعد الذي صار لوسي كلاس شيخي وفي ايمان كيسة الكو تهاجين هاي يعمل كيسة ونكشن وقف ايمان بدي ايوك امتحان بدي هو حيره ما يحقق يعمل كونكشن يفكسنا وكوينانا يا هو حيمان كيسو وقات قد عسيحي هدف يدا عمبر نوعي دا امتحاناتك يفكنا دا ويكردويه قطك ويكردويه وحلقا يابا إن اي اتماتو وفكليا عمبر قومم دنبا سدريعات يرير سمود قارو حلوق قرقيي طبيعي شو يتطبعها بين وطبيعي شيها بينه ذي أيها طبيل بسيطة يقو أود الله كاتي سيدي جيت كوكالا لكو قدعي قارنا الصمود أيها لك كسور واقي قارنا شخص يوكالا يا كاميدا قارون وكالا مفاتيح دو هايستو أيها لقليا هاي
dhimi qaadi kan 4 tan iyo qaadi kare yaa hal mar ku kala gooy markaa shakhsi ilaahay qofkii yaana uu imtixaan kara qoom dhana ilaahay uu imtixaan kara qofkii wax ku dhici kara in ma arto faqri soo wajho walaac shaqali soo wajahdo way risqi ilaahay ku yaraadkeeyo amba qaar ay xanuunsadaan oo kaliyoogi fadhiistaan oo isbitaalada la dhigo oo ma aragtay ay xanuunaka ay ku ibtiraysay yihiin kuwa kalena waxaa laga yaabaa ikhwaani fillaah in ilaahay ba xorriyadoodii ka qaaday oo jeelasha ay ku jiraan oo dhowr iyo toban sano la xukumay qaarna xabsi daa'im ba laga dhigay kuwa kale waxaa jira walaalahay oo qofka dadka bilaadan ka mid ah kuwa xoolay haystay mar ilaahay ka wada qaaday ama badaha ay ka gubteen ama badahaas ay kaga qarqoomeen waxa laga yaabaa in qofka imtixaanada waxbarashadiisa waayo waxa laga yaabaa in qofku xubin xubnihiisa ka mid waayo amba aragga maqalka ay shay ugu daranaya masiibada ee qofkuna la kulmo waxa ka mid ah geeriyihii geeriyooda waayo mashaakilka ugu weyn ee adduunyada yaalla imtixaanka ugu weyni waa geeri marka fitnada lagu fidnaynayo way kala duwanaanayaan mana kala bannaanayaan dhammaantoodna waxay yihiin xikmado dhinaca alleh ba qadara dhinaca alle ka ahaaday oo laga yaabo in adoonkiisa dembiyo badan uu galay kaga maydhayo derejooyina kor ugu qaadayo imtixaanaadka uu ku samrayo daba samirku waa daawada ugu horeysa ee lagu wajaho dhibka amba ibtilada adduunka kugu helaya dhammaan walaalaha iyo ikhwaani fillaah rag iyo dumar ba hadii lagu imtixaamo waxaad kaga bixi kartaa oo daawada ugu weyna wax kale maaha waa samirka samirka kaasho istaciinuu bisabri wasalaat hubal kaalmaysta samirka iyo salaada sidoo kale sidoo kale waxaa nagu faray kitaabkiisa qur-aanka kariimka inaan samir waana samirku albaabka aynu ku kasban karno ajar weyn maalinta qiyaame si aan dhibka iskaga ilaalno wayaan sabirnaa oo baryada badinaa oon ilaahay barinaa oon salaadaha tukanaa oon aayadaha qur-aanka ee ka hadlaya maad aragtay sabirka iyo ilaahay infresh kufroyaad akhrisataa iyo maad aragtay iyo wax kasta oo kusoo wajahaba inaad ilaahay intaad u samirto aad ducadana badiso salaadana badiso o qur-aankana akhrisato ilaahay aayado badan ayuu walaalahay nagu dhiirigeliyey waxaana ka mid ah yaquulu llaahi subxaanahu watacaalaa waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayursiquhu min xaysu laa yaxtasib wuxuu ilaahay yidhi waman yattaqi illaah qofka ilaahay kadhowsada ee cibaadadiisa iyo salaada iyo khayrkii wanaagga uu afa ku haya yajcal lahu makhraja meelaanad urigaaba kalin niyadaba gelinbo waxba kaaga soo dhici ayuu ilaahay wax kaaga soo tuuraya mukhraj kugu furaya wayarsiquhu min xaysu laa yaxtasib wuxuuna ka harsaaqaya albaab aad beri hore waa iska xidhmood laynba kana waxba kama soo dhacayo ilaahay wax kaasinaya dhagax yar hoos miya wax kaasin kara qof weyn oo madaaratay madaxda kamida iyo qof culimada kamida weligaaba adiga dawa gashan buu ilaahay wax kugu soo dhiibi karaa ilma yaroo noqon xitaa ilaahay waxba kugu soo dhiibi karaa walaad wax bartaba sidoo kale wuxuu yihi waqaala tacaalaa ilaahay wuxuu yihi walow anna ahla alquraa aamanuu wattaquu lafataxnaa calayhim barakaati min asamaai waalard haday yidhaahdeen waa rumaynay wattaquu oo ilaahay ka dhowrsoodaan oy ka baqaan lafataxnaa calayhim barakaati min asamaa ilaahay wuxuu kuu furaya barakaat
يا يو خيرك سمدا كاغا مانايا والارض يسدو كره دولكا اكي حتى بينسان اخذناهم بما كانوا يكسبون الى الوحي سبدان وبرنو ان قفن دونا. وقال تعالى الهي سدوك والله اخواني في الله وحولي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فدون السيد ستكوش ويند وين اطيع ذا يدعي الله من إلهي أطيع ذا ورسوله يا رسول كيس عصا فقد فاز فوزا عظيما. دون السيد اخواني في الله ايضا كسوة ختم النور على هاي وحوي. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إلهي وحوي والله من عمل صالحا وفى عمل ونكسر وبضالته وحب عمل ونكسر وصلاة كوكتاي القرآن كان خلصت وبلا صدقة لبحة وضدك حانو السنة بغة وضدك خير كوكو يا رب وولينا من ذكر الأنصى ولب يريد كوتونا بها هذا وهو مؤمن وولينا مؤمنا فلنحيينه وحن نورينا ناكو نورينا حياة طيبة نور ونكسن وبلا عفية وبلا قبية لدى وبلا رباطة وبلا رزق وخوية رضا وحنونا يبواتوا ينكسوا لهي كاقبنا يا ونجسينهم أجرهم فحانك أبا البرنا أبوي لهي أجرهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وحكسي ونفسهم بعمل كيري نقن يا سبقض يا رو حكسي فهم بإلهي كأبا البرنا أبوي فهو الله هاي كواني في الله الدويدة ما أنت ونسكونا هو رباطة بغطي قبيالتي قولنكي بديكي نسكوه لاعا بسيقي سوشي أميليه بنتي قولنكي إرتي يشرفتي قفك استوالها أيان ما أنت سادنو مشتيديننا وكوه الله يدار الدويدنا ويمتحام إخواني في الله واستعينوا بالصبر والصلاة صبر كي صلاة أقوى أنكو أعرنو الدويدنا وأيامكم يا هينا خاتمو ونكسر ورالك يا هي الله هينا أبصده ويعمل ونكسر خير يوناك نفوهوك يهلكو يقرأو كلنا الله هينا يلو وحانك على استيمانتنا وضبكا يرى ابتلادا يمتحانات كأدية المان تسيب ضنايا بحيلة بحيلة وعمل ونكسر يصدق الله بحضو يدعب بضن يمن أردت قرآن خير قال الله اسكتوا الاخر ذو وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.